للمزيد من التوضيح ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة. دكتور أهلا بك معنا على إكسترا نيوز، يعني نتابع أبرز مستجدات كوب 27 وجلسات اليوم، ربما كان لها علاقة بتكيف والزراعة والأمن الغذائي وأيضا إعادة تصميم استراتيجيات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في عالم متغير. إلى أي مدى دكتور هناك ربما يعني أسس والوقوف بشكل حقيقي وملموس وواقعي إنجاز التعبير لأبرز تداعيات تغير المناخ، وما الذي تتوقعه ربما تحديدا وأن الجلسة الثانية المتعلقة بالسعودية أو السعودية الخضراء تحدث فيها سامح شكري رئيس كوب 27 ووزير الخارجية المصري عن أن انبعاثات القارة بأكملها 4% فقط؟ وطبعا انبعاثات القارة قليلة، ممكن حتى ما وصلتش 4%، يعني أقل بقليل. نعم، ولكن في حاجة يعني توقفتني بشكل كبير جدا، ما أعرفش ما حدش، في ناس كتير أو ما خدوش بالهم منها. يعني حضرتك احنا ممكن نتكلم على التمويل عشان التكيف أو التخفيف، يعني لو هنتكلم على التكيف دلوقتي على أساس الزراعة يجب أن نتكيف على الظروف المناخية الموجودة من ضغط جوي ومن رطوبة نسبية ومن حرارة والكلام ده كله. نعم. لكن في كلمة توقفتني حضرتك ما حدش خد باله منها. يعني حضرتك رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اللي هو مارتن جريفيث قال إن مؤتمر 27 كوب 27 فرصة سانحة لتحديد الدول الأكثر احتياجا إلى التمويل. وبعدين بيقول اهميه اعداد دراسه لمعرفه الدول الاكثر احتياجا للتمويل في مواجهه التغيرات المناخيه. احنا لسه هنعقد دراسه، الامم المتحده حضرتك فيها من المنظمات والمكاتب والوكالات في جميع يعني جميع نواحي الحياه بالكامل. يعني فالنهارده ازاي اقول هذا الكلام؟ انا وبعدين يعني انا دايما بشوف السيد أنطوني جوتيريس بيتكلم بيقول ان احنا عايزين الصين انا واضح جدا ان في ضغط عليه من الدول المتقدمه، واضح. هل تتوقع للمره الثانيه دكتور، لانه في جلاسكو والصين لم توقع على سبيل المثال والولايات المتحده الامريكيه كانت خارج الاتفاقيه اصلا، هل تتوقع انه الضغط يتم حتى في كوب 27 من قبل هذه الدول؟ والله انا طبعا الصين يعني حتى مندوب الصين كان كلامه ما كانش يعني في قوه وقال ان احنا برغم عدم تسببنا لكننا هنلتزم بقى، يعني في كلام مش واضح. نعم. طبعا النهارده عشان كده انا بحيي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لانه اختصر الطريق. نعم. يعني موضوع ال 100 مليار قالوا وعرضوا بشكل جيد جدا، اختصر الطريق فدخل في مبادرات مباشره. أوه. عمل الهيدروجين الاخضر مباشره، عمل برضه مع الامارات في عمل برضه اتفاق او عمل تعاقد على اساس نعمل الطاقه الخضراء من الرياح مباشره. نعم. تعامل في موضوع نوفي برضه مباشره. كان في استثمار يا دكتور للجانب المصري في وسط هذا الحضور والمشاركه باتفاقيات ومبادرات بعينها. طبعاً يعني بدلا من يعني حتى الانتظار من قبل هذه الدول ان يتم ان تعطي تمويل او منح او حتى نقل التكنولوجيات او يعني الجانب المصري، حضرتك تقصد استثمار هذا الوجود باتفاقات؟ استثمار كبير جدا وذكي جدا. نعم. ان هو تعامل مباشره، يعني النهارده اتفقنا مع النرويج، مع السيد الرئيس، مع رئيس وزراء النرويج، وعمل المرحله الاولى من انتاج الهيدروجين الاخضر. امبارح كان في حاجه جميله برضو، ثلاث شركات تحالفوا ان هم يعملوا بتاع تدوير المخلفات قبل ما تبدا الصناعات برضو. ففي شيء عظيم بيتم على ارض العين السخنه 360، شيء عظيم جدا. مصر يعني ذهبت الى البوينت، جو تو بوينت مباشره. نعم. وبرضه ان شاء الله ما فيش مانع ان يجي التمويل. وبعدين جالنا برضه الحمد لله برضه امريكا تعهدت 500 مليون دولار، والاتحاد الاوروبي بجانب الاتحاد الاوروبي و150 برضه لمساعده الدول الافريقيه. وبرضه في توقيع مذكره دكتور مصر مثل الطريق. هذه يعني الامر او الوضع الان بالنسبه للعالم كله، هل يمكن ان يكون عملية الإصلاح المناخي منفصلة أم هي مسألة متعلقة بالوضع العالمي بالتكيف العالمي، أنه ما ينفعش دولة تنفصل عن الأخرى بأنها تكون متقدمة تكنولوجيا أو متقدمة فيما يتعلق بالاقتصادات الخضراء؟ حضرتك هم دلوقتي بيشوفوا إيه أقرب حاجة وأسهل حاجة. يعني حضرتك النهاردة موضوع دعم إفريقيا ده، لما أوليف تشارلز قالها ضعف المساعدات الألمانية
اللي حمايه الغابات من مليار ل 2 مليار، لان الغابات عامله ازعاج كبير جدا اللي هو كليرنج فورست وزاره الغابات. ابتدوا يتعاملوا مع ايه؟ ولقوا مصر الحمد لله ماشيه في اتجاه الوقود الاخضر لساعد مصر. هتبقى المساعدات اعتقد هتبقى ثنائيه. ويعني مش هتبقى على مستوى ال 100 مليار وال 200 مليار، خاصه ان ال 100 مليار النهارده ما يصبحوش ينفعونا، احنا عايزين 1.3 تريليون دول العالم النامي. فالنهارده يعني احنا عملنا احنا فعلا اختصرنا الطريق ونتعامل بشكل رائع في هذه في هذا الكوب. بشكرك شكرا جزيلا دكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الاقليمي لعلوم الفضاء بالامم المتحده.